النظر في تكريس الحلول السلمية واحترام سيادة الدول، يقول طهب ليتي. الجزائر وتونس نحو علاقات ثنائية تعزز تاريخيتها أكثر وتصبو نحو المستقبل الواعد. هذا ما أكدته زيارة الوزير الأول عبد الملك سلال إلى العاصمة التونسية وإشرافه على شغل اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية رفقة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد. برنامج الزيارة الذي كان ثريا جاء عاكسا للمستوى البارز للعلاقات بين البلدين. مكن الوزير الأول عبد الملك سلال من لقاء كبار المسؤولين في الدولة التونسية تعزيزا لمبادئ التشاور السياسي وتبادل الرؤى والتنسيق في القضايا الثنائية والإقليمية. اليوم علاقتنا جد ممتازة، فيه تضامن منذ قديم الزمان، التاريخ يشهد عن ذلك، وزدت أكدت اليوم بقوة كذلك أن الجزائر في جانب تونس وتونس في جانب الجزائر. مستوى العلاقات حقيقة مستوى رفيع، وهناك تبادل حثيث للزيارات في الفترة الأخيرة، وأكدنا أنه ضرورة أن يكون عنا دائما رؤية أكبر وأشمل للعلاقات. ولأجل اندماج اقتصادي أكثر، فعلت زيارة الوزير الأول عبد الملك سلال ميدانيا التعاون البيني في مختلف الأصعدة، بأن أضاف 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في ميادين عديدة تهم البلدين. كما مكنت الزيارة من تسجيل وقفة حميمية مسؤولة مع أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بتونس. في النشاط العسكري وبعد ترأسه أشغال اجتماع المجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية، قام نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مساء أمس قام بزيارة تفقد وتفتيش إلى مدرسة القيادة والأركان، حيث استمع إلى عرض شامل قدمه قائد المدرسة حول هذا الصرح التكويني الهام الذي أو التي تضمن تكوينا عسكريا للقيادة والأركان لفائدة مختلف قوات ومديرية الجيش، إضافة إلى ضباط من دول شقيقة وصديقة المدرسة، مؤسسة تكوين عسكري مميز في المجال التكتيكي والعسكري والعملياتي، يتولى التدريس بها مستخدمون مدرسون مؤهلون تأهيلا عاليا ومزود بقاعدة بيداغوجية ومادية عصرية قادرة على تلقين دروس القيادة والأركان. وإثر ذلك تفقد سيد الفريق مختلف المرافق البيداغوجية والإدارية، حيث أسدى تعليمات حول ضرورة الاستغلال العقلاني للتجهيزات العصرية بالمدرسة. وخلال لقائه إطارات ومتربصي المدرسة، هنأ الفريق أحمد قايد صالح هنأ الجميع على هذا المكسب التكويني والتعليمي الهام الذي أنجز بمواصفات عالية، ويكفل لضباطها المتربصين مزاولة تكوينهم في ظروف ملائمة. في سياق الرعاية الشديدة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية القائد على القوات المسلحة وزير الدفاع الوطني لمجال الترقية المستمرة لمهارات ومؤهلات العنصر البشري للجيش الوطني الشعبي بكافة مستوياته ومناحي مهمته العسكرية، تندرج هذه الزيارة التفقدية للمدرسة القيادة والأركان التي تحتضن خلال هذه السنة 2016-2017 أول دورتها في مقرها الجديد، الذي حرصنا على أن ينجز المواصفات المطلوبة وعلى ما يتوفر على كافة المرافق الضرورية وجميع الوسائل البيداغوجية البشرية التي تكفل لطلابها مزاولة دروسهم النظرية والتطبيقية في ظروف ملائمة. ولا شك أن الاطلاع بمهمة التكفل بضمان التعليم العالي للضباط العاملين لمختلف قوات الجيش الوطني الشعبي هي مهمة أساسية، والنجاح الحقيقي يعني أن المتخرج يجد نفسه في نهاية فترته التكوينية أكثر استعدادا لتحمل مهامه المستقبلية وأكثر قدرة على مواجهة كافة الصعوبات والتعقيدات التي يفرضها العمل الميداني بكل مسؤولية وكفاءة وإخلاص.
في سياق الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة، أشرف وزير الاتصال حميد جرين أمس على حفل تكريمي على شرف المرأة احتضنته الإذاعة الوطنية، وتم خلاله تكريم عدد من الإعلاميات والمبدعات والفنانين في مجالات عديدة. الحفل حضره عدد من الوزراء إلى جانب المدير العام لتلفزيون توفيق خلادي والمدير العام للإذاعة الوطنية شعبان لوناكل، وجوه إعلامية وفنية مع زكريا ميهوبي. جزائريات جديرات، عبارة تختزل كل الكلمات عن نساء نصبن أنفسهن قوامات في ميادين الإعلام والثقافة. رفعن نون النسوة عاليا وكسرن كل الحواجز، فحق لهن التكريم والاستحقاق بمناسبة يومهن العالمي في المبادرة التي تنظمها وزارة الاتصال للسنة الثالثة تواليا. فكان التكريم من الأهل ذا خصوصية. هذه السنة الجميلة لهذه ثالث يعني هذا العدد الثالث في تكريم الإعلاميات الجزائريات، والتكريم لما يأتي من البيت، لما يأتي من الأهل، يكون عنده قيمة وعنده معنى أكبر من مما نتصور. أنا عاطفية جدا، ويعني لفت وجدت روحي هنايا في مقر الإذاعة وين درت الخطوات الأولى نتاعي في ميدان الصحافة. كنت يعني كنت حتى الكلمات تاعي كانت مشحونة بزاف بالعاطفة، وتفكرت كي كان في عمري 20 كذا كوين بدينا. هذا التكريم ومن خلاله هو تكريم لكل الإعلاميات الجزائريات، ومنهن إلى كل نساء مؤسسة التلفزيون الجزائري وإعلاميات مؤسسة التلفزيون الجزائري. فشكرا لوزارة الاتصال على هذه المبادرة. كي تفكرونا على خطر ماشي حاجة يعني سهلة باش هكذاك العبد يصيب روحه في جو هكذا، وباش نقول لهم يعطيهم صحة. وزير الاتصال حميد جرين أعلن أن رمزية مكان التكريم بمقر الإذاعة والتلفزيون يأتي تأكيدا على أحقيته للمرأة الإعلامية. اخترنا نساء جديرات، شفتهم اليوم كلهم برهنوا في الميادين تاعهم، وهذا الدخل في سياق في إطار ثقافة استحقاق. وكل عماري كذلك. لماذا العماري؟ لأن العماري غنى أغنية الخالدة جزائرية، لأن يحب الجزائر وقالها الجزائر قبل كل شيء. هو تكريم للمرأة الجزائرية إعلامية كانت أو في أي مجال آخر، ووقفة عرفان لمن تغنى بها. أيامنا الحلوة. هنيئا للجديرات. قدمت شركة هندسة الكهرباء والغاز التابعة لمجمع سون الغاز بواشنطن مشروع الطاقة الشمسية الضوئية للجزائر بقدرة 4050 ميجا